السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يناقش مع المبعوث السويدي والقائم بأعمال السفارة الروسية تطورات على المستوى المحلي والدولي. وزارة الدفاع تحتفل بتخرج دورة الضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوى والمناطق العسكرية. التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في البحر الأحمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك بالمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمينبي، وجرى مناقشة التطورات على المستوى المحلي والدولي. وخلال اللقاء عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية من خلال ما تبذله من جهود في هذا الجانب. وعبر وزير الخارجية عن ترحيب اليمن لكل الجهود التي تبذل في سبيل لم شمل اليمنيين والمساعدة في استعادة الأمن والسلم في اليمن وإنهاء التشوهات التي أحدثها انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في المجتمع اليمني، مثمنا دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات يمنية نهاية الشهر الجاري. ولفت بن مبارك إلى استمرار ميليشيا الحوثي في مفاقمة معاناة اليمنيين من خلال منع دخول المشتقات النفطية للعاصمة صنعاء والمناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا ورفضها لكل الجهود والتي تبذل في سبيل وقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية الكارثية، موضحا بأن الميليشيا قابلت الدعوة للحوار وإنهاء الحرب مزيدا من التصعيد العسكري في اليمن وضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنا إعلان التحالف ضبط النفس رغبة في إنجاح الدعوة لعقد المشاورات. ومن جانبه أشار المبعوث السويدي لاستمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام ومواصلة جهودها للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية. حضر اللقاء سفير مملكة السويد لدى اليمن نيكولاس تروفي. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها والوقوف على آخر التطورات على المستوى المحلي والدولي. ونوه وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية في اليمن والدعوة الموجهة من مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات يمنية في الرياض نهاية الشهر الجاري والتي تعتبر جهودا تكميلية للمسار الأممي. وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية بقاء مجلس الأمن والدول الخمس دائمي العضوية في المجلس موحدين بشأن الملف اليمني والاطلاع بمسؤوليته في إحلال السلام والأمن الدوليين. وفي الشأن الإنساني ندد وزير الخارجية بالإجراءات الممنهجة التي تتبعها ميليشيا الحوثي في خلق أزمات إنسانية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وخاصة في منع وصول مادتي البترول والغاز وبيعهما في السوق السوداء للتربح. ومن جانبه أكد كودروف حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن واستئناف التعاون الثنائي بين البلدين والاستمرار في دعم جهود إحلال السلام في اليمن. احتفلت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بتخرج دورة الضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوى والمناطق العسكرية والوحدات الأمنية في مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المغدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز. وشارك في الدورة التي نظمتها دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع ضباط من المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة ومن ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية وقوات اليمن الصعيد، وأقيمت الدورة خلال الفترة من 11 إلى 22 من مارس الجاري.
وفي حفل التخرج الذي حضره عدد من قادة الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، أكد وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها ستظل موحدة ومتماسكة، تقف دائما مع الدولة والمؤسسات الدستورية، وتؤدي واجباتها الوطنية المقدسة تحت لواء الوطن وأهداف ومبادئ ثورة سبتمبر وأكتوبر وأوامر وتعليمات القيادة العليا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وستبقى هي الأساس الصلب والدرع المتين لأمن واستقرار اليمن وحراسة مكتسباته المعول عليها تحقيق تطلعات شعبنا اليمني في استعادة دولته وكرامته وإنهاء التمرد والانقلاب. وقال إن المعركة اليوم بحاجة لاستنفار الجهود وتوحيد الكلمة وتوجيه المجهود الحربي نحو العدو الأساسي، فالحوثي هو العدو والوطن يحتاج جميع أبنائه، وعلينا ألا ندخر أي جهد لهذه المعركة، وهذه الدورة هي دليل على توحيد الصف المقاوم للحوثي، حيث حضرها كل المقاومين للحوثي من المهرة إلى ساحل الحديدة ومن صعدة إلى عدن. وأضاف وزير الدفاع إن السلام الحقيقي لن يتحقق في اليمن إلا بزوال ميليشيا الحوثي الكهنوتية ومشروعها الإيراني الإرهابي ودعم مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وقواتها المسلحة لفرض خيار السلام وعودة الأمور إلى نصابها واستعادة الحق والحرية والانتصار لشعبنا وتحريره من سطوة ميليشيا الحقد والعمالة وإنقاذ اليمنيين من جرائمها، مثمنا جهود ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والداعمة والمساندة لليمن وشعبه وقيادته وجيشه ومقاومته ووقفتهم العروبية التي ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين. ومن جهته أشار رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من كونها مثلت فرصة حقيقية لمناقشة جادة ووضع حلول المشاكل القيادة والسيطرة، بما يمكن القادة بمختلف مستوياتهم من تنفيذ إجراءات القيادة والسيطرة على القوات في مسرح العمليات، معربا عن ثقته في أن هذه الدورة ستساهم في إعادة الربط بين قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وبين مختلف تشكيلات القوة المسلحة والأمن. التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بعدد من ضباط المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية المشاركين في دورة تدريبية أقيمت بمارب لتأهيل ضباط القيادة والسيطرة. وكانت هيئة العمليات الحربية قد نظمت الدورة خلال الفترة الماضية برعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. وخلال اللقاء رحب رئيس هيئة الأركان بضباط حراس الجمهورية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية، وأكد أن مستقبل اليمن ورهانه على أبنائه وشبابه المخلصين المؤمنين بتوحيد الصف ومواجهة العدو الأول لليمن والمتمثل بميليشيا إيران الإرهابية الحوثية والتي تسعى إلى تمزيق الصفوف والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لجميع منتسب القوات المسلحة والمقاومة الوطنية نظرا لما تعكسه ضرورة المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وطلب منهم نقل تحياتي إلى قيادة المكتب السياسي والمقاومة الوطنية وكل المشاركين في المعركة الوطنية والذين صنعوا بطولات وانتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم المزيد من الانتصارات. ومن جانبهم عبر ضباط المقاومة الوطنية عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لما لاقوه من اهتمام خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية، مؤكدين أهمية الخبرات والعلوم التي تلقوها والتي ستعزز من نجاحاتهم في المهام الموكلة إليهم. التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة محافظة مأرب برئاسة عبد الوهاب معوضة بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة واطلعت على آخر مستجدات الوضع الأمني في المحافظة. وأشادت اللجنة البرلمانية والتي تضم في عضويتها حسين السوادي ومحمد العسل وعبد الملك القصوص بجهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتصدي لكل المخططات الإرهابية والمحاولات التخريبية التي تسعى الميليشيا الحوثية لتنفيذها في مأرب والتي تحتضن أكثر من 2 مليون من النازحين من مختلف المحافظات. وأكدت أهمية المعركة الأمنية التي يخوضها رجال الأمن البواسل ضد ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وخلاياها النائمة، واعتبرت أنها معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والتي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة في الجبهات، باعتبار أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية في الاستقرار والبناء والتنمية.
ودعت اللجنة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظة لما من شأنه التصدي لأي محاولات تسعى للمساس بالأمن والسكينة العامة، مشددة على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالنصوص الدستورية والقانونية والتقيد بإجراءات القبض والتحقيق والإحالة إلى الأجهزة القضائية وعدم المساس بسلامة المواطنين وكرامتهم أو انتهاك خصوصياتهم أو تقييد لحرياتهم. التقت اللجنة العسكرية المكلفة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بقيادة المستشفى العسكري والمركز التدريبي، كما تفقدت عددا من الجبهات والمواقع في إطار زيارتها لمحور تعز للإطلاع على احتياجات الجيش الملحة خلال هذه الفترة والتي يخوض فيها الجيش المعارك البطولية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية. وقامت اللجنة بزيارة للمستشفى العسكري والمركز التدريبي ومقر قيادة اللواء 22 ميكا ومواقع جبل عروس وجبل جرة والعديد من الجبهات والمواقع العسكرية ونقاط الإمداد المتقدمة بهدف الاطلاع على الوضع القائم في الوحدات والجبهات القتالية المرابطة. وعقدت اجتماعا بحضور رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن أحمد البصر مع مدير المستشفى العسكري والكادر الطبي للمستشفى، كما استمعت من القائمين على المركز التدريبي لمحور تعز شرحا مفصلا عن طبيعة الدورات القتالية القائمة. وأشادت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي منصور الفضلي، أشادت بالجهود المبذولة وبمعنويات المقاتلين وأهدافهم الرامية إلى تحرير المحافظة وتخليص الوطن من ميليشيا الحوثي الإرهابية. أعلن تحالف دعم الشرعية في بلادنا عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك في البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن هجوم الزورقين أعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، وأكد أن الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة. وكان التحالف أعلن الأحد الماضي تدمير زورق مفخخا أو تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر. وأشار التحالف إلى أنه دمر 106 من الزوارق المفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مؤكدا أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني أكد أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها في المنطقة الجنوبية لمحافظة مأرب بخطى ثابتة ومدروسة. وقال العميد الزافني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تتلقى خسائر متتالية وضربات موجعة في كل محاور القتال، مؤكدا أن جثث الميليشيا تملأ الشعاب على امتداد مسرح العمليات القتالية، ومثمنا الدعم والإسناد لقوات التحالف في مختلف المجالات والمستويات. العدو يحاول بكل ما أوتي من قوة وقد حشد حشوده المتتالية لكي يحقق شيء على الأرض المعركة أو في الميدان، لكن بحمد الله وتوفيقه وثبات الرجال والأبطال من أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لم يستطع العدو أن يحقق أي هدف من أهدافه التي خطط لها، يعني وهو يعني احتلال الأرض. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الرجال الأبطال فإنه يتلقى الخسائر المتتالية ويتلقى يعني الضربات المتتالية من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات، سواء كانت في جبهة رغوان، فهو يحاول على مدار كل يوم، نقول أنه كل يوم يحاول أن يهاجم وكل يوم يحاول أن يحقق أي تقدم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يعبر ولا يعني شبر واحد في الأراضي المنطقة الدفاعية بالنسبة للمنطقة العسكرية السابعة. وكذلك في قطاع الكسارة يحاول يعني تم إبادة حشوده التي حشدها بفضل الله سبحانه وتعالى، وجثث تملأ الشعاب، وكذلك الغنائم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتوالى من هذا العدو الغاشم. الجبهة الجنوبية كذلك أيضا تحقق نجاحات وانتصارات يعني متتالية، وقواتنا تتقدم لتحقيق أهدافها بخطى ثابتة ومدروسة السياسية والعسكرية، وبحمد الله سبحانه وتعالى نحن في تقدم. الجيش الوطني يعني في معنوية
يعني عالية وتزداد معنوياته كل يوم، كلما يعني استطاع أن ينكل بهذا العدو ويبيد حشوداته ويدمر آلياته في معنويات الجيش في تقدم مستمر، وكذلك ارتفاع المعنوية نظرا لأنهم يملكون القضية والهدف الأساسي الذي يريدون يعني بواسطتها تحقيق أو تطهير الأرض اليمنية من ريش هؤلاء العملاء لإيران وأذناب إيران. وكما نشكر يعني قيادة وزارة الدفاع برئاسة الأخ رئيس هيئة الأركان العامة وزير الدفاع ورئيس الوزراء معالي الأخ رئيس الوزراء، وكذلك الأخ نائب رئيس الجمهورية والأخ رئيس الجمهورية لما يولونه من دعم يعني وإسناد للجيش في كل الميادين. وكيفتنا أن نشكر صقور الجو السعودي والإماراتي الذي يحقق الضربات الناجحة الوصول إلى صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وموعدنا هناك إن شاء الله. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي أكد على الاستمرار في تطوير المناهج التدريبية بالمجالات المهنية والفنية والتي تنمي من قدرات الشباب وتلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مع إدارة صندوق تنمية المهارات بحضور نائب الوزير عبد رب المحولي وممثل الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وأنشطة للصندوق خلال العام الماضي 2021 وكيفية إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2022 وأهمية تطوير المناهج التدريبية العلمية والمهنية وكيفية العمل على تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية. ومن جانبه استعرض المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات دكتور عبد الله داغم نشاط الصندوق خلال العام الماضي 2021 وأهم البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للشباب والمدربين والهدف المحقق من تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التسجيل للبرامج التدريبية، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر بالسعي مع كافة الجهات المعنية لتشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقا للقانون خلال الفترة القادمة ومواجهة كافة التحديات التي تواجه عمله. ألقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم بيان بلادنا أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وأكد بجاش أن السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال بسبب رفض الميليشيا الحوثية الإرهابية لكل الدعوات والمبادرات وعرقلتها لكل الجهود الإقليمية والدولية ومواصلة عدوانها على محافظة مأرب وحصارها لمدينة تعز وارتكاب كل أنواع القتل والقمع والاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ورميهم إلى محارق الموت وصناعة أسوأ كارثة إنسانية. وقال لم يقتصر تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية على الداخل اليمني، بل زادت من تصعيدها وتهديدها للملاحة الدولية من خلال مواصلة زراعة الألغام البحرية وإطلاق القوارب المفخخة واستهداف السفن التجارية منطلقة من موانئ الحديدة بعد استغلال الاتفاق ستوكهولم لتحويل ذلك المناطق إلى مراكز الاستقبال لأسلحة وتصنيع الزوارق المفخخة وإطلاق عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية، كما تستمر باستهداف المنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة العالمية في المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متسببة بأضرار وضحايا بين المدنيين الأبرياء. الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة مشاهدي الكرام، تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية يناقش مع المبعوث السويدي والغامي بأعمال السفارة الروسية تطورات على المستوى المحلي والدولي. وزارة الدفاع تحتفل بتخرج دورة الضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة لجميع الهيئات والقوى والمناطق العسكرية. التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في البحر الأحمر. انتهت نشرتنا الإخبارية مشاهدي الكرام، نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام اليمن بألف خير، إلى اللقاء.